أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش اليوم الثلاثاء بالرباط أن المغرب انخرط بقناعة في توطيد الديمقراطية باعتبارها خيارا لا رجعة فيه. واستعرض السيد بن شماش خلال مباحثات أجراها مع مقرر لجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بوغدان كليش الإصلاحات الهامة التي باشرتها المملكة في مختلف المجالات. تناولنا يعني تقييم الخطوات التي أنجزها المغرب إلى حدود الآن، وشرحت للسيد الرئيس يعني الحصيلة الإجمالية بما يفيد بأنه منذ سنة 2011 تاريخ اعتماد وثيقة دستورية متقدمة اللي نصت من جملة ما نصت عليه على تبني الاختيار الديمقراطي بوصفه الاختيار لا رجعة فيه، توالت المشاريع والديناميات الإصلاحية في المغرب. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء أهمية التطورات التي تحققت على مستوى الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، كما تناولا آفاق البرامج المستقبلية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتروم زيارة المسؤول الأوروبي للمملكة تقييم مسلسل تنفيذ الالتزامات الواردة في الشراكة التي تجمع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالبرلمان المغربي.